ستارز من دبي، وهالمرة زيارة خاصة جدا لمكان جدا خاص. الكوكاكولا لايت في اي اي بيت العمر هو عنوان اللوكيشن يلي انا هلا موجوده فيه. هالشقه هي منا لالي، ولكن هي هديه من كوكاكولا لايت لرابح واحد بس بشارك بمسابقه في اي اي بيت العمر. Very important apartment هو اسم هالبيت، اما العنوان فهو Uptown Motor City بدبي. VIP وتربح الـ VIA، ما لك إلا تفوت على الموقع الخاص للمشاركة أو تشتري أنينة كوكاكولا لايت، وكل التفاصيل موجودة عليها. بالحلقة الماضية من VIA بيت العمر كان ضيفي المصور الفوتوغرافي دافيد عبدالله، أما لهالأسبوع رح بيكون ضيفي المصمم السعودي يحيى البشري. تفضل. كيفك؟ الحمد لله. أول مصمم سعودي صمم للنساء والرجال، وأول مصمم عربي شارك ضمن أسبوع موضة باريس هو ضيف اليوم بالفي آي إي بيت العمر. يحيى البشري، أهلا وسهلا فيك بالفي آي إي بيت العمر بستايل وستارز. كيفك اليوم؟ الحمد لله. أهلين، سعيد إني أكون معك مع هالشمع وال لا بجد من دخلة مريحة، يعني تعرفي أهم شيء البيت لما تدخله إذا ينشرح، يعني يصير عندك من أول ما تدخل إنه يعجبك كما يعجبك، فمريح يعني بألوانه، وخاصة إنه جاي على ستايل مودرن. نعم. ولا أكيد بتدخل أنت بتفاصيل بيتك، يعني بتحب هيك تنقي أشياء أكسسوار للبيت، أو كان الفرش الألوان مثلا، وتقريب كل شيء مش بدأ يعني أتدخل، يعني معظم الأشياء اللي أنا عملتها في بيتي كانت هي، أنا أعتقد البيت هو دليل على شخصيتك أنت الإنسان، يعني انه حتى في ناس يميلوا للكلاسيك، في ناس على المودرن، في ناس كل واحد عنده، بس هو يعبر عن شخصيه الانسان. يحيى البشري، مثل ما ذكرت بالبدايه انه حضرتك اول مصمم سعودي بتصمم للنساء والرجال معا، فخبرنا عن اخر تشكيله يلي كانت ضمن اسبوع موضه باريس كمان. هي انا صار لي اولا طبعا بدات مع النساء، يعني الرجال دخلت بس من تقريبا 10 سنوات. صحيح. ولكن حتى في عروضي، في كل عرض دائما يعني عروض الازياء اللي عملها في الاسبوع الماضي، دائما احط يمكن 6 أو 7 قطع رجاليه يعني. ومن بعد كده صارت الان اكثر الناس صاروا يعملوها، لكن انا اول يعني لما بدات فكره اني اعمل 4 تصاميم رجاليه 5 تصاميم، وبعدين كل سنه لقت يعني لقوا الناس انه جيده. وبدات تتكرر الان في الموضه، تشوفها في معظم المصممين يدخلوا فكره انه يحطوا كم قطع رجاليه. أنا اللي حاليا أعمله هو اللبس الجاهز، البريتابورتي. هيدي خبرية حصرية. بدنا نقول هون لستايل وستارز إنه كنت بفلورنس، فخبرنا شو علاقة فلورنس بالبريتابورتي يلي هي أول تشكيلة لك؟ يعني شوفي، فلورنس هي مدينة جميلة أولا وملهمة للفنانين، في نفس الوقت يعني أنا بنفذ في فلورنس يعني المجموعة الأقمشة، يعني عم تخدم الأقمشة والتنفيذ، كل التنفيذ يعني. نعم. كل العمل هناك، لأنه والوحي كمان لا شيء اكيد، لانه البريتابورتي يختلف، له تكنيك مختلف عن الكوتور، يعني انك تعتمد على مجموعه صغيره. في البريتابورتي لازم تكنيك عالمي، يعني يرتبط بالاسواق العالميه، يرتبط بالمقاسات، يرتبط فعندهم تكنيك جيد، وانا اخترت ايطاليا انها تكون هي بدايه انطلاقه مجموعتي. مع مشاهير كتار، يمكن إن كان بالوطن العربي أو بالوطن الغربي، فيك تقلنا مين هم؟ والله في العالم العربي طبعا بدأت أول كان رحلة لي أني أتعامل مع مشاهير، يعني يمكن كان عندي حظ كبير أني كانت مع ليدي ديانا، كانت هذه أول علاقة بمشاهير وأنا لسه في ثاني سنة موضة. تتميز كانت بأناقتها كده، وكان عندي فرصة عظيمة أني قابلتها في وهي في زيارة للسعودية، وعملت لها زي، ومن بعدين بدأت رحلتي مع فنانين مثلا فرنسيين زي زبيل ديجاني،
وعملت برضو مشاهير عرب. دخلت لما دخلت موت الرجال يعني سويت برضو البرنس تشارلز، عملت الى درجه مرات سموني او اطراقه الصحافه انه مصمم الملوك والامراء صحيح. فعملت لي كثير مشاهير سواء منهم اللي نحب يعني الملوك لامراء اميرات. يحيى انا بدي اتشكرك لحضورك معي بالفي اي اي بيت العمر، وان شاء الله انت تكون رابح لانه اكيد رح بتشارك بالمسابقه. يعني انا كمان اتشكرك واتمنى ان شاء الله اللي راح تفوز بهذا او اللي يفوز بالبيت انه يتهنى فيه. وشكرا. بدي اتشكرك كمان على الفستان، على فكره الفستان الحلو يلي صممت لي اياه، وانا رح بتركه بهيدا البيت ل يلي بده يربح. يعني لازم تكون بنت اللي تربح، يعني ان شاء الله تكون صبيه وان شاء الله تكون يعني بجمالك وبهالجسم الجميل يعني تستاهله ان شاء الله. يحيى بس قبل ما تغادرنا ما لازم تفل وما تشوف هالابارتمنت الحلو، هيك نعمل لك جوله صغيره. اوكي اوكي يسعدني والله. تفضل. تسلم. هيدي يا يحيى غرفه النوم. واو فضل. واو اعطينا رايك. حبيت. It was just a dream. It's really a dream. Yeah, it's a dream. حلوه مودرن. مودرن وخلط يعني شوف الخلط يعني كتابه على السرير it's beautiful picture وبعدين جاي ماخذ روح واحده بنفس يعني اللي عاجبني انه في ثيم. رح نكفي البرمه مع يحيى. يلا تسلم. تفضل يحيى. اوكي هذه غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. اوكي. فينا نحضر تلفزيون هيك نرتاح بهالغرفة. والألوان حلوة. لا مرة حلوة الألوان يعني مريحة يعني ممكن يعني مودرن أحسن شيء حاليا إنه تقدر تعيش معه مدة طويلة. غرفة الضيوف. اوكي. أنا على بالي كون ضيفة. غرفة حلوة. شو رأيك؟ لا جاية والله. حلوة؟ لا حلوة كثير. يحيى انا بدي اتشكرك على زيارتك للفي اي اي بيت العمر، هيدي كانت زياره مميزه اكيد، بس قبل ما تغدرنا بدك تمضينا على برات كوكا كولا لايت. أوكي. شو رايك هيك مضي؟ وانا بشكرك على الاستضافه. Says a pastime, this is your last line. Run the whole show, only the halftime. So I get this styling fresh, pass you a mento.